بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وزملائي المحامين، يسعدني أن أهنئكم بصدور الحكم الصادر محكمة القضاء الإداري صباح اليوم ضد الدعاوى المجتمعة التي كانت تريد إلغاء وإيقاف تنفيذ قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غدا. أرجو من حضراتكم أن أنتم تستمعوا للمنطوق كما تلاه رئيس المحكمة اليوم لكي أكمل حديثي على ضوء ما ورد من منطوق. في عدد الدعاوى سبعة رقمها بعض السادة المحامين في الليل الأخير، مضمون هذه الدعاوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار الدعوة من الجمعية العمومية لنقابة المحامين المسمح انعقادها غدا إن شاء الله 25/11. المحكمة تعرضت السبع دعاوى وكيفتهم على انهم قرار واحد، وتصدت لكل الاسباب التي عرضها السادة المدعين، وانتهت لان هذه الاسباب ليس لها اساس من القانون، وان قرار الدعوة الجمعية قرار مشروع وقائم على سنده، حتى اساسا لان رقابة المحكمة على مشروعية قرار الدعوة والعقد الجمعية العمومية عادية قامت على قرار من ناحية صدوره، بنشوفه من ناحية صدوره، جهة الاختصاص، الشكل، الإجراءات، النشر، الإعلان، كافة الأعمال الإجرائية المختصة بنشر الميزانية، وانتهينا إلى القرار المشروع ده. جزئية فقط هي اللي استوقفت المحكمة هي كيفية التصويت داخل الجماعة العمومية، اللي هو التصويت جملة واحدة على بنود جدول الأعمال. وهذا بيتناقض مع مبدا الديمقراطيه وحريه التعبير، فوقف التنفيذ هينصبر فقط على كيفيه التصويت. يبقى الدعوه الجمعيه العموميه قائمه وغدا ان شاء الله لغايه ما هناك ان التصويت يكون على بند من جدول الاعمال ليس على جمله واحده. تمام يا ريس. فقرار الدعوه قائم ومشروع. تمام يا ريس. حكمت المحكمه بقبول الدعوه شكلا. مين. والشق العادل وقف تنفيذ قرار الدعوه فيما تضمنه من اجراء التصويت على مشروع القرار محل جدول الاعمال اجمالا، ويتم تفصيلا وليس اجمالا على نحو موضح تماما بالاسباب، ورفض مع ذلك تنفيذ الحكم بسيادته وبدون اعلان. كما استمعتم، حسمت المحكمه في حكمها اليوم الجدل الذي كان البعض يروج له في صحف الدعاوى ومن خلال المداخلات الفيسبوكية حول مشروعية مجلس النقابة وصحة الانقضاء للانعقاد والدعوة وسلامة ما تم فيها من إجراءات وعدم اختصاص مجلس النقابة ولا صلاحية مجلس النقابة في الدعوة للانعقاد. كل هذه الأسباب حسمها الحكم وانتهى فيها إلى سلامة الإجراءات التي اتبعت من حيث الشكل ومن حيث الموضوع، وأنه من حق مجلس النقابة حتى في المهلة المحددة له خلال الستة أشهر التالية لانتهاء مدته الأصلية أن يمارس اختصاصات كامل اختصاصات مجلس نقابة المحامين المبينة في القانون. بهذا الجدل انتهى الحديث الفقهي الذي ينال من مشروعية العمل النقابي، يعني فقه الإفساد النقابي وفقه الإفساد الأعمال النقابية انقضت وقضي عليها بالإعدام بمنطوق هذا الحكم وبأسباب هذا الحكم. نعود إلى أصل الموضوع. نحن مدعوون لجمعية عمومية غدا للانعقاد الذي تغير في بطاقة التصويت طبقا لمنطوق المحكمة اللي استمعت إليه هو طريقة التصويت. احنا فرضنا سبع بنود مفصلة لكل بند من بنودها، المحامي حر في أن يقول أوافق أو لا أوافق على أي بند من هذه البنود. وبالرغم من أنه إحنا مختلفين مع ما انتهت إليه المحكمة من ضرورة التصويت بشكل مجزأ، إلا أن إحنا هننفذ الحكم. وسبب خلافنا هو أنه هذه التجزئة أو هذا التبعيض يعرض الموافقة على المعاشات لعدم النفاذ أو عدم القدرة على تنفيذها، لأنه إيقاف الميزانية بأي وجه من الوجوه سوف يوقف
كل الأوعية المستمدة منه اللي هي اتخذت أساسا في الاحتساب الاكتواري لتقدير قيمة الزيادات اللي موجودة. زي أي موازنة في الدنيا، لما تخرج موازنة شركة أو هيئة تقرر زيادة رواتب أو زيادة أجور فتفصل فتوافق على ذات الأجور وترفض الميزانية، لا يمكن تنفيذ هذا الأمر، لابد أن يرتبط الاثنين ببعضهم البعض. ومع ذلك إحنا بنراهن على ثقة المحامين وعلى وعي المحامين وعلى كفاءة المحامين في تمييز بين الغس والسمين. أنا أدعوكم باسم زملائي أعضاء مجلس النقابة العامة وكل النقابات الفرعية للحضور من باكر. التصويت هيتم من خلال أوراق معدة لذلك. كل نقابة فرعية مسؤولة عن صندوق التصويت داخلها وعن سلامة ما يتم فيها من إجراءات سوف تخطرنا بما تم من تصويت من حيث الأعداد ومن حيث نسب الموافقة أو عدم الموافقة، لنعلن في نهاية اليوم في تمام الساعة 5 لنعلن النتيجة النهائية للتصويت الذي سوف يتم بإذن الله على الجمعية العمومية. هناك دعوات كثيرة تحاول أن تروج لأن الجمعية العمومية قد أوقفت، ودي محاولة لتضليل المحامين أو لخداع المحامين. كما تعودنا وكما تعودتم أن هذه المحاولات محاولات يعني فاشلة فاسدة لا أساس لها لا في القانون ولا في الواقع، وتصل إلى حد الكذب المفضوح اللي إحنا بنناشدكم أن أنتم متقعوش فيه. غدا انعقاد الجمعية العمومية، غدا سوف يعلن المحامون كافة إرادتهم حول المقررات المعروضة عليهم للتصويت.